تدمر واحة للسلام ومملكة حملت الهوية السورية وحافظت عليها رغم الأطماع، مملكة حطت بها العديد من القوافل التجارية والجيوش الطامعة فأثرت بها وقولبتها لتبقى اللؤلؤة التي نمت وتفردت في قلب الصحراء. تدمر حكاية الصمود في وجه الغزاة والقوى التي ارتدت أقنعة الحضارة والسلام لتخفي أطماعها. هي حكاية سورية تثبت دائماً وأبداً أن الأحق بالحياة على هذه الأرض هم أبناء ترابها. أهلاً بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من حكاية الزمان والمكان، ونتابع فيها حكاية تدمر الجغرافيا والتاريخ، وذلك من خلال لقائنا مع الدكتور محسن يونس الأستاذ في قسم التاريخ في كلية الأداب بجامعة تشرين. أهلا ومرحبا دكتور محسن. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. والبداية بعد هذا الفاصل مشاهدينا. أهلا بك دكتور محسن، وكنا في الحلقة الماضية قد استعرضنا يعني ملامح من تاريخ وأهم المحطات التاريخية في تدمر وحياتها، لكن اليوم نتابع العصر الذي ازدهرت فيه تدمر. متى كان يعني قمة ازدهار هذه الأمبراطورية أو هذه المملكة العظيمة؟ هو في الواقع يعني تدمر عندما نشأت في قلب البادية السورية وبدأ نجمها يسطع، بدأت القوى الخارجية تتلمس يعني هذه القوة الاقتصادية والموقع الجغرافي الهام الواقع ما بين الشرق والغرب. ومن هنا نجد أن الحضارة اليونانية بقيادة الإسكندر المقدوني اتجه باتجاهها، ومن هنا جاءت تسميتها يعني بالميرا، إشارة إلى مدينة النخل، النخيل بالما. ونرى ونشاهد على أن تدمر بعد الإسكندر المقدوني ووفاته وانقسام مملكته إلى سلوقيا وإبقاء تدمر ومملكتها ضمن المنطقة الشرقية بحدود سوريا الطبيعية، أي العراق سوريا والمشرق، بدأت تتطور وتزدهر. وعندما تقدم الرومان باتجاه تدمر بدأت أيضا يدركون قياصرة الرومان أهمية هذه المملكة. ومن هنا نجد على أن الرومان اهتموا بالأسر التدمرية التي كان لها مركز اقتصادي أي تجاري في هذه، وتهيمن على الأسواق ولها ثقل مالي، فتبنتها وأتت بزعمائها ومنحتهم الألقاب، وبالتالي أصبحوا يعني شبه لهم ارتباط ولو صوري بسياستها بالنسبة للرومان. ومع مرور الزمن تهيأ لهؤلاء الملوك، ملوك تدمر، أن يبنوا قوة اقتصادية مالية، يتوسعون بمملكتهم، ولكن هذا التوسع الاقتصادي كان لابد من أن يرافقه مطامح سياسية. تمام. ومن هنا التوسع السياسي لتوسيع الأسواق، أملا بتوسيع الأسواق التجارية التي كانت تتعامل بها. تمام. وهذا ما لم يرق للرومان رغم أنه دعموها بفترة ولا طويلة. للفرس أيضا. ولا للفرس. يعني لنتحدث قليلا عن الناحية العسكرية في تدمر. نعلم أن يعني تدمر وحكامها في البداية وقفوا إلى جانب روما ضد الفرس، وبالتالي كانت هناك حروب مع الفرس. ما هي أسباب الصراع مع الفرس وما هي الحروب التي خاضتها تدمر؟ أولا يعني يعني لم تشهد العلاقة التدمرية الفارسية حروبا كثيرة كما شهدتها مع روما. لماذا؟ لأن
كما يعني أسلفت في الحلقة الماضية أنها انتهجت في بدايتها الحياد في سياستها، نعم. لكنها انحازت إلى روما، لكنها انحازت إلى روما طمعا في الاستقلال وبعدها عن العاصمة، نعم. يعني بدأت تبعد عن المشاكل، بدأت تبعد عن المشاكل ومن هنا. لكن هذا لم يدع ملوك تدمر من أن يتنبهوا إلى الخطر الفارسي. لذلك منشوف على حدود الفرات، على حدود نهر الفرات، حصن زنوبيا. ما معنى هذا؟ أن هناك قاعدة عسكرية تراقب الحدود باتجاه بلاد فارس إذا ما تعرضت أخذت إلى الحيطة. الحيطة. نعم. لكن عندما تولى الملك التدمري أزينة الثاني انتهج نهجا آخر باتجاه آسيا الصغرى، أي بالحدود الإمبراطورية الرومانية، فدخل آسيا الصغرى ووسع نطاق المملكة باتجاه بلاد الشام غربا وشمالا. لكن هذا كان اعتبره قياصرة روما تهديدا مباشرا لمصالحهم. لذلك دفع أزينة الثاني ثمن هذا الطموح حياته عندما جاءت له أنباء أن هناك أحداثا سياسية حدثت ضده في حمص، فعاد من آسيا الصغرى باتجاه مدينة حمص ووضع يده على وقضى على التمردات. وربما كانت روما وراء هذه الأحداث. لذلك عندما استقر في حمص، وتذكر المصادر التاريخية أنه احتفل في عيد ميلاده وجمع كبار المفكرين الذين كانوا والفلاسفة والقادة الذين كانوا برفقته يحتفلون بهذه المناسبة، تسللت له أيدي الغدر وطعنته، ونتيجة هذه الطعنة الغادرة أودت في حياته. ويقال أن ابن أخيه معن أو معنيوس كما تسميه المصادر، الذي ربما كان مدفوعا من الرومان هو وراء هذا الحادث. وبعد ذلك تولى، ويقال أنه بعد 3 أيام من توليه أو جلوسه على العرش، قامت سيوف أبناء مدينة حمص التابعة لتدمر بقتله. نعم. ومن ثم تولي زنوبيا ابنها وهب اللات الذي كان صغيرا لأزينة الثاني من زوجته زنوبيا. لكن وهب اللات كان صغير السن ولم يكن الولد الوحيد، بل كان لها ولدان آخران هما خيران وهدريانوس. هدريانوس. لكن ولي العهد الذي أسند إليه الملك هو وهب اللات. ولما كان صغيرا فقد حكمت باسمه والدته زنوبيا الذي بدأ تاريخها في حكم مملكة تدمر من هذه اللحظة. نعم. إذن استلمت الحكم زنوبيا في ظل هذه الصراعات، وكانت فترة نسميها ساخنة يعني في تلك الفترة. نعم. كيف حكمت زنوبيا؟ هل استخدمت القوى العسكرية أم الدهاء السياسي؟ الحقيقة حكمت زنوبيا مملكة تدمر بأوجه مختلفة. وعندما نذكر زنوبيا لابد لنا أن نذكر شيئا من سيرتها الذاتية. فهي كانت زوجة أزينة الثاني، ذاك الرجل بعيد الفكر، المحارب، بعيد السياسة شرقا وغربا، بعيد الطموح، مقدام في الميدان. كل ذلك أثر بزوجته تأثيرا عظيما. وعندما جاءت وصية لابنه وهب اللات في حكم تدمر، نجد أنها سهرت على إعداد ابنها، وجمعت العديد من الفلاسفة والمفكرين لتربيته وإعداده كرجل تدمر المقبل، ولكن لم تعدم شخصيتها في أن تطور نفسها وتعد نفسها، فقد
أغدقت الألقاب الملكية التي كانت تمنح لقياصرة روما أغسطا، ومن ثم منحت ابنها لقب أغسطس ومنحت نفسها لقب أغسطا. وهذه الألقاب الملكية لم تكن تمنح إلا لقياصرة روما، وهذا أول علامة شكلت من علائم الخطر. نعم. على النفوذ الروماني، لأنها كانت تتوجه إلى الاستقلال. نعم. كمملكة عربية، استقلال سياسي واقتصادي تساندها القوى العسكرية التي أعدتها. ومن هنا تعلمت اللغات، كانت اهتمت في تاريخ الشرق وألفت كتابا في تاريخ الشرق. تكلمت اللغة الأرامية وألفت بها، وتكلمت اللغة الفارسية واللاتينية والسريانية. فكانت زنوبيا بمجملها شخصية متكاملة، شخصية موسوعية علمية إن صح التعبير. نعم. إلى جانب أنها كانت تجمع في مجلسها الفلاسفة، وفي مقدمهم الفيلسوف اليوناني الشهير لونجينوس. وكانت تجلس للمناظرات بين هؤلاء، المناقشات الفكرية في الفلسفة والمنطق وعلوم الاجتماع. وهذه الثقافة أنتجت أفق سياسي كبير. ومن هنا نجد أن زوجها بدأ بالتوسع باتجاه آسيا الصغرى وباتجاه الغرب على الحدود بلاد الشام. وعندما قتل في حمص وتولت هي الحكم وصية لابنه وهب اللات، استمرت في هذه السياسة. لكن أين كان اتجاهها باتجاه مصر؟ فقد استغلت الأحداث السياسية والاضطرابات البيزنطينية، حيث كان الحاكم الروماني الذي كان يحكم مصر كانت تواجهه شعوب الجرمانية وشعوب الجوت القادمين من الشمال. فترأس حملة عسكرية وذهب وترك مصر وذهب لمواجهتهم. فاستغل قائدها بإشرافها لزنوبيا بدخول مصر، واستطاعت أن تحكم مصر، وبذلك تصبح أن حدود وسعت حدود مملكتها من مملكة في البادية إلى أمبراطورية تشمل أراضٍ من آسيا الصغرى شمالاً وغرباً بلاد الشام، وباتجاه الغرب أيضاً باتجاه مصر وباتجاه المناطق الأخرى جنوباً أعالي شبه الجزيرة العربية. نعم. نتابع بعد الفاصل ونسأل يعني هل توسعت بذلك أو هل ساعدها ذلك القوى العسكرية أم أيضا هذه الشخصية التي تحدثت عنها بعد الفاصل. دكتور، يعني كيف استخدمت زنوبيا القوى العسكرية في ذلك؟ أيوة. هل كانت يعني هي استخدام قوى عسكرية أم هو فقط نفوذ سياسي توسع، أم هي استفادة من الظروف التي ذكرتها؟ بما تحدثنا به عن شخصية زنوبيا ذات الثقافة الموسوعية، أن العلم دائما يعطي حضارة. تمام. يعطي حضارة. العلم هو ضد الجهل دائما وأبدا على مر العصور وعبر مراحل التاريخ. فهذه الموسوعة الفكرية الثقافية السياسية نتج على كل الصعد بالنسبة لمملكة تدمر تطورا وازدهارا. لذلك نظرت إلى القوى السياسية نظرتها إلى القوى العسكرية. فالسياسة والانتصارات السياسية يصنعها القوة البشرية التي تعد لكل حادث ما يجابهه. فمن هنا كان السياسة لها باع طويل به،
العلوم الفكرية والمؤلفات في تاريخ الشرق وما إلى ذلك والفلاسفة والمفكرين وتكلمها بلغات تفهم تفهم تاريخ الشرق. لذلك هي عندما ألفت كتابا في تاريخ مصر ما أرادت به، أرادت أن تقول إلى حكام الرومان أو اليونان نحن من سلالة لها عمقها في التاريخ، عادت نسبها حضارة. عادت نسبها إلى كليوباترا، لكنها كانت أكثر إجلالا وعظمة من كليوباترا، لأن كليوباترا تعلمين ما لها وما لها مع الرومان، لكنها لم تجاوزت تلك الأوصاف كليوباترا، وأنها أرادت أن تسمع الرومان نحن من سلالة الملوك الذين حكموا الشرق. ولسنا ظاهرة يعني عابرة في التاريخ في تاريخ هذا الشرق، لنا جذورنا ولنا قوتنا. طيب دكتور، يعني هل كانت خسارة زنوبيا العسكرية فيما بعد نتيجة منطقية لمواجهة الأمبراطورية الرومانية، أم أن محاولتها كان من الممكن أن تكلل بالنصر؟ وهنا نبدأ إلى بدايات يعني الواقع أنه زنوبيا كيف نقرأ طموحها السياسي والعسكري؟ تذكر المصادر والرقم العائدة لفترة حكم زنوبيا اللي هي في أواسط القرن الثالث الميلادي، يعني حوالي 270 لل273 ميلادية. الرقم المكتشفة العائدة والمؤلفات التي دونت أخبار وتاريخ مملكة تدمر بالنسبة للكتاب الكلاسيكيين اليونان والرومان، تذكر على أن زنوبيا كانت تطمح إلى توسع رقعة دولتها وأن تبني صرحا مشرقيا له استقلاله وإرادته في استقلال قراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتكون لها اسم ساطع في تاريخ المشرق، وهذا ما أعدت نفسها لمواجهة هذا الحدث. لذلك كانت تؤسس للاقتصاد كقوة مادية، وتؤسس للجيش كقوة عسكرية، ومن ثم تبني علاقات سياسية ما بين المشرق والمغرب بما تمثله القوى العظمى التي كانت. مشرق هي الإمبراطورية الفارسية، والمغرب هي الإمبراطورية الرومانية. ولكن هذه السياسة بدأت في مراحل، كل مرحلة كانت تستغلها زنوبيا في توسيع رقعتها بما تخدم مصالحها، ومن هنا انتشرت هذه القوة. عندما احتلت مصر أصبح التهديد مباشر إلى الإمبراطورية الرومانية، وعندما وصلت حدودها إلى آسيا الصغرى نجد أن زبد أين وصل جيشه؟ إلى البوسفور. ما معنى البوسفور؟ إلى مضايق البوسفور، معناته التجارة القادمة من منطقة آسيا الشمالية، روسيا الحالية الاتحادية وما ذلك، المرة عبر المضايق أنها تحت سيطرتها. ووصولها إلى بلاد الشام، حمص والشواطئ بلاد الشام حاليا الساحل السوري، وإلى مصر، معناتها إطباقها على تجارة المشرق بكامله. ماذا أصبح لروما؟ قوة اقتصادية كبيرة. ماذا أصبح لروما بعد هذا، بعد أن امتلكت هذا؟ فأصبح الصدام مباشرا ومحتما. لذلك وهذا بلا شك كان يرافقه اضطرابات بالنسبة لروما، خاصة قبائل الجرمان وقبائل الجوت في الشمال، لكن أورليان القيصر الروماني الشهير في تاريخ روما عندما قضى على هذه التحركات التي جابته من الشمال أعد جيشا وبدأ مراحله في مصر أولا، في منازلة الجيش التدمري في مصر. وهنا ألم يسبق ذلك تهديد يعني بأنه يا زنوبيا؟ وهنا هنا هنا لابد، نحن لا نستطيع أن نعلل الأحداث التاريخية إلا بما تمدنا به الوثائق والمصادر. لذلك أن الأحداث التاريخية تذكر لنا
أن عندما جابهت القوى الرومانية زنوبيا في مصر كانت وصلت إلى الإسكندرية جيشها، وظهرت العملة، طبعت العملة، فكان يظهر على وجهها الأول وهب اللان وهي الوصية عليه، تمام، والوجه الثاني أورليان، دلالة على تقاسم السلطة في مصر. فمعنى ذلك أن هنا كانت يعني نوع من التمازج السياسي العسكري بالنسبة لتدمر. لكن عندما امتلكت تدمر بقيادة زنوبيا قطعت الدابر الروماني عن مصر وحكمتها بشكل مباشر. ما هو الدليل؟ الدليل على أن القطع النقدية العائدة لل 272 ظهرت عليه فقط وهب اللات، ولم تظهر صورة القيصر الروماني، دلالة على أن استثنته أو أبعدته عن الاستقلالية. الاستقلالية تماما. لذلك هون بدأ الصراع المسلح والمجابهة ما بين زنوبيا وبين أورليان. يعني بنأكد أنه دائما الاقتصاد هو الوجه الآخر للسياسة، يعني الاقتصاد من أهمية حتى في نشوب كل النزاعات والحروب، المطامع الاقتصادية تماما. فهنا إذا ردت هلأ نقرأ التاريخ بشكل آخر، ما كان يحدث زمن زنوبيا وما نراه اليوم تماما، عندما نرى خطوط الغاز، النفط، والموقع الجغرافي لسوريا، والتكالب، والتكالب، والخوف من والتكالب من قوة على سوريا وتوسعها. لذلك نرى صورة من أصوار الماضي، تاريخ يعيد نفسه. ومن هنا يعني بدقائقنا الأخيرة، ولو أنه هي معروفة، لكن يعني لابد أن نمر على كيف انتهت زنوبيا، ويعني كيف بقيت رغم هذه النهاية. هي قصة من قصص سحر الشرق، وقصة من قصص حكاية التاريخ العربي والعالمي الماثل والخالد حتى اليوم. الحقيقة يعني عندما توسعت بقوة وعزة زنوبيا وأصبحت إمبراطورية الشرق بلا منازع، وكتب تاريخها عند هيرودوتوس أبو التاريخ وعند سترابون وكثير من المؤرخين شرقا وغربا وعربا وأجانب، وعندما تراجعت قوتها تراجعت بشرف وعزة وأباء وكرامة. فعندما تقدم أورليان باتجاه جيش تدمر وجابهه في مصر و بدأ الانحسار هذه القوة تدريجيا، فتراجع جيشها من مصر باتجاه بلاد الشام، ووصلت إلى مدينة حمص، وتقدم أورليان إلى مدينة حمص وجابها عسكرها هناك. وعندما أدركت أنها تقاتل في معركة خاسرة مع الرومان هنا، لأنه استقطب معه المقاتلين من المناطق التي كانت تحكمها روما من شمال إفريقيا بالإضافة إلى المناطق الشمال، وكان جيش زنوبيا محدودا في تلك الآونة، لا تستطيع أن تجابه تلك القوة الضاربة. ومن هنا بدأ التراجع لجيش زنوبيا. وعندما واجهت جيش أورليان في حمص شعرت أنها تخوض معركة خاسرة، فآثرت أن تحضر إلى تدمر لكي تقوم على وجه السرعة بتحصين هذه المدينة وتحصين أسوارها والدفاع عنها حتى تستطيع أن تجابه هذه القوة. وبالفعل تركت مدينة حمص وتقدمت باتجاه مدينة تدمر، وبدأت تجمع المؤن وتستعد للحصار ومجابهة جيش أورليان. وبالفعل تقدم أورليان بجيشه الجرار وحاصر مدينة تدمر بكل جوانبها وأسقل عليها الحصار، ولكن في هذا الحصار أرسل عليها، يعرض عليها كتاب الاستسلام، لكن
في بنود من الاعتدال. ولكن عندما قرأت هذه الشروط التي أرسلها لها أورليان ألقت بها في وجهه وغضبت غضبا شديدا وقالت له في كبرياء: نحن لا نلقي ولا نستسلم لقوتك العسكرية المهيمنة ولتدمر عزتها وكرامتها، ونفضل أن نموت في كبريائنا على أن نكون أزلاء بقيادتكم يا أورليان يا قيصر روما. ومن هنا انفعل قيصر روما أورليان انفعالا شديدا وشدد عليها الحصار وقصفها، وكان التبادل في قصف التدموريين مع جيش أورليان حتى تهدمت وفتحت بعد بعض الثغرات في أسوارها. عند ذلك ذهبت في ممر سري باتجاه الفرس علها تجد من ينصرها من أكاسرة الفرس وتجابه الخطر الروماني. أدركتها خيل أورليان وأتت بها أسيرة، وهنا قيدت بالسلاسل الذهبية وأقيدت بموكب مهيب باتجاه روما. وعندما وصل موكبها إلى مدينة حمص قدم القرابين أورليان في معبد الشمس وأعدم ذاك الفيلسوف لونجينوس اليوناني الذي كان بجوارها، الذي كان يعتقد أنه كان يشجعها على مقاومة الرومان. ومن ثم علم بعد ذلك أن انتفاضة عربية قامت في وجه الحامية الرومانية وتسلمت قيادة تدمر من جديد. عاد أدرجه إلى روما إلى تدمر وقضى على ذاك التمرد. نعم. ونصب جالية أخرى وعاد بزنوبيا أسيرة تعبر وكأنه يعني بنصر مؤزر. ويقال أن زنوبيا مع أبنائها وفرض عليها الإقامة الجبرية في مدينة تيفولي نابولي، وبقيت طيلة حياتها. وبعد زنوبيا استمرت تدمر كمملكة، لكن بدأت تنحسر من عليائها شيئا فشيئا حتى لم يعد لها. لكنها يعني رحلت زنوبيا لكنها لم تكن النهاية، بقيت تدمر بهذا التاريخ العظيم. لا. بقيت تدمر هي سحر الشرق، هي لؤلؤة البادية السورية، هي الواحة العربية التي لا نزال نفخر بها اليوم، وهي نحكيها اليوم قصة من قصص التاريخ، من حكاية الزمان والمكان، لنفاخر بها. وفي أطماع جديدة كانت هناك قوى تتربص دائما بهذه المنطقة وبسوريا، لكن هناك من يواجه ببطولة وبسالة بعزة ونبل مواجهة زنوبيا. هم اليوم الشعب السوري وأبطال الجيش العربي السوري. شكرا جزيلا لهذا السرد لواحدة من حكاية الزمان والمكان تدمر بعظمة هذه الحكاية. شكرا جزيلا لحضورك معنا الدكتور محسن يونس الأستاذ في قسم التاريخ بكلية الأدب بجامعة تشرين على مدى حلقتين، وكل الشكر لكم مشاهدينا، وإلى حكاية جديدة من حكاية الزمان والمكان. إلى اللقاء.